باك جراوند مره كويس. قدم. هلا والله شباب، كيف حالكم؟ انا راح المعيقل، اليوم راح نلعب هذا انت. اوكي هذا انت سجلت طيب قبل لا تقدم؟ لا هذا انت وش كالك؟ حيوان متحمست وعطيت النظره حتى ما سجل صدق والله شكله مسجل نصاب يبغاها كذا تكون ناتشرال. زي امس ايش سويت وين برا تسجيل ما في امس كم وش ذا لعبه من استديوهات وش 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 انت وش 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 انت هذا انت انا اللي على السيكل صورنا ممتاز ما سمعنا ولا شيء بس كويس. هذه مجموعة مختارة من أفضل أسئلتي واستفساراتي وتحدياتي، وعليكم الإجابة عنها بكل أمانة وفطنة. بكل أمانة. هذا لأنه كلما زاد اللاعبون الذين يتفقون معك زادت القطع التي ستجمعها. ثم لدينا هذه الجواكر. العب بجوكر إذا كنت واثقا تماما بمعرفتك بردود الجميع. الجوكر يدبل النقاط اللي تأخذها على ضعف النقاط فورا. أوكي. من الذي رغب في أن يكون رجل عصابات منذ أن كان صغيرا؟ توقع واضحة هذه ما يبغى لها كلام. ما يبي حيوانات تختار نفسك. توقعت على أساس أني أنا في يوسع الحين توقعت أن الجوكر أعطيت جوكر من البداية جوكر. كنت حس الظاهر لك يعني عدد محدود للجوكر. تركي حس بنفسه قال أنا إيه حس بنفسه. أنا قلت ما تزول. السيارة تتضمن التوقف عند مطعم الوجبات السريعة. أما طحت بنفس الفخ يا حرام. قاعد في الفخ يا رب. جوكرت عليه. جوكر راح له. يا حرام يا حرام. أوف داعس أحمري اليوم يومي اللي صار في المعرفة رحت فيها الحين بعوض سمعتي إيش مرجح أن يموت في عملية إطلاق نار متبادلة. هاي مو واضحة صراحة. إيه هذه مو واضحة بس يعني أنا اختياري عني أن أعرف أنه مرة يعني قادح درجة أنه بيجلس وبيموت. إيه من كثر القدحة بتموت. أنت اللي بتطلع بتقول سي هلو تو ماي ليتل فريند. من الذي يظن أن أفضل شيء في الانضمام لعصابة ما هو الملابس؟ إيه هذه بالنسبة لي واضحة. أوكي توقعت بصراحة كلنا كويس لا تحط الجوكر 400 ذي اوه كلهم جوكروها جوكرناها ديو فاشينيستا الحمد لله. ارغب في ان اصحبه الى الحقل وارمي عليه الالوان ايش لنفعل هذا الان. لعبه السؤال الثاني يعني كانوا يدرون اي عصابه قد يكون تركس عصابه قد يكون هذا الشخص عضوا فيها لنرى ما يعتقده الجميع. اوكي كويس 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 تعادل. طب واي وايت بيبل ليش اوكي فور ذا جوكس ثري هاجرز. طيب تبرز اللعبة التالية الفنان الذي بداخلكم. سأعرض عليكم صورة وعليكم تزيينها. مش بنرسم الصورة اللي ثم قد يحتفظ به هذا الشخص في حقيبة الكمان خاصة. والله مره صعب. اوكي فيديو هذا حي حي حيطلع يعني ما في هذا ما ينفع لازم رو رو خيرو كاودي بالضبط قاعدين نرسم يا حرام قهر لنرى ما الذي رسمتموه. ايش هذا ايش هذا ايش هذا ايش هذا بالضبط ايش هذا. اوكي هذا هذا اوكي ممكن نفهم سندويش ايش هذا؟ مكنسة. هذا جيتار ثاني برضو عود هذا ان شاء الله. طب وش يضمن اني ما اختار نفسي انه كل واحد يختار نفسه؟ والله هو المفروض ما تختار انت تختار الشيء اللي الباقيين حيختاروه. صح. اوكي. هل يجيني بوينتس اني رسمتها طيب ولا لا؟ ما يعطوني شيء. يا اخي اللعبة ذي خايسة. لازم تختار الاجابات اللي معي. اي. لازم تفهم الكراود. نو. قلد هذه الصورة. قلد في الكاميرا. هي. تركس غير متاح. هي. بالكاميرا انا اللي ماخذ كلاس تصوير يا عيال ابي العب مسكين. اضغط ستارت اضغط ستارت بعدها يا حرام عشان يمدي اصبر اصبر حلو هذه بعدين نتفاهم
يو جوين خلاص دخلنا اي حط صورتي نفسها ما غير انا ما اقدر اختار طال عمرك تفضل كمان قاعدين والله ما شفت شيء ولا هو شاف ترى كل شيء مسجل كل شيء مسجل كل شيء مسجل والله صورتي احلى وطالعه ضبط ونفس الاتجاه صحيح والله ما كنت من يتظاهر بانه اصيب بطلقه من مسدس بدء السباق شيك لا تسولف انت وياه هذه النظره معناها ايش فيك هاي لا تكن تغش شو نغش يا اخي هو اللي دائما يكسر الانبوكسينج صحيح اصيب بالطلقه وش دخل بالضبط هو دائما يفلم من الذي قد يحذر من استخدام الرمح الخفيف نعم هنا ممكن يعني وش الرمح الخفيف وش من جد وش الرمح الخفيف الله الله انت حطيت جوكر جوكر ترى تستخدم الرمح الخفيف هلو سباقات المضمار والميدان تناسب هذه الشخصية أكثر. والله ما أدري. صح؟ صراحة عجبني هذا. أوشكنا أن نصل إلى النهاية يا رفاق. لا أنا حلو. قاعدين يبشون. لا يا يا. ما اخترنا نفس الشيء حتى. اخترنا نفس الشيء. نفس الشيء. لا أنا أخذت البيضة. نفس الشيء انت انا اخترت البيضة انت اخترت شوف اخترت البيضة شوف ناظر الشاشة لا لا بلغش ناظر الشاشة مختار بلغش ما ما لعب كذا مسر حلو لا تخش بي جي يا عيال الجواب حق خذكم لو سمحت ميدالية ذهبية في الغش اي والله اكتب بالعرض بس ما يطلع بالعكس مو قاعد يكتب رجلي بالعرض انجليزي فك نفسك تشيتنج اوكي واضحة هذه واضحة من مين واضحة فلسفة فلسفة حلو هذه برضو حلو تكسير الاشياء طلعت مضبوط كول باك حلوة هذه مشكلة. والله كذا حيرتوني صراحة يا شباب لا يعني واضحة يعني أحس أنه مفروض صح؟ أنا اخترت السيف تشويس بصراحة عليها جوكر يا عليها جوكر يا حبيبي يا حرام نسيت عن الجوكر نسيت الدزز شقيت الشعيب يا عيال 4000 مستحيل أوكي صرت الثاني أنا يوه بنقدر نرسم لا تختار صورة الحين ارسم واحد مين اللي بيصور؟ مين اللي بيصور؟ تيرك صور واحد مين بتصور؟ ما اعطيتك فرصه لا يمكن رسمه هو يحمل كاس ايش يمكن رسمه هو وهو يحمل كاس من جد يعني عطنا مساحه لا. نرسم أصبر يا شيخ يا اللي ماخذ كورس تصوير احمل كاس طيب احمل كاس طيب كذا هذه تحطها في تويتر وانا رسمنا الحمد لله حسنا وش ذا؟ مضبوط يا سلام اوه سلام انا كنت قاعد احاول ارسم كاس تشامبيونز ليج بس جبت العيد نايس والله هومر سمسم بغيت كثارها ترى انا مو هومر انا بس بيرد كانت على شكرا جزيلا ما نفعت من الذي قد ينضم الى السكان المحليين فوق سطح قطار في الهند والله من الصور ولا من اللي نعرفه والله يشوف في واحد يعني يلقم معاها شكله كذا ينفع حتى معاه يمكن حسبونه هندي اصلا ترى مبارك داب علي نفس الدرب هذا تبقى حيوان اما ما اخترتك انت المشكله اوكي كويس كويس انا عد عيارتي ابو هنود وانا صغير من الذي قد يضع حقيبه ظهره على مقعد خاص بها في قطار المزدحم ياخذ كرسي يعني مو لازم تقول عليه طمل يعني مين الله شف انا بحط عليها جوكر اوف انا حطيت جوكر بعد اوف 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 اوه جوكر بعد يعني لا تقدر تقول علي طمن لا تقول الكلمة هذه بس يعني قال علي طمن يا اخي قال علي طمن ما حد قال شيء الله دبي مرة قربت ويضع رأسه على كتف شخص غريب هذه واضحة جدا
هنا اشوف انه يعني بسيطه. ليتني مجوكرها يا حرام. بسيطه بسيطه والله ما اسويها. بس انت اقرا حسيت انكم تختاروني وبتختارون. فرق بيني وبينك 1200. انا خارج السباق خلاص. انت السلام عليكم. كيف قد يقضي هذا الشخص وقته في رحله قطار مدتها 12 ساعه؟ انا بصراحه ناقص الشيء اللي ممكن اسويه. والله موجود وواضح وجوكرته بعد. حتى انا بيلعب شطرنج يعني دبي. لا يعني انا توقعت الزنبيه دوره بلو بصراحه. بس يلا ليلى واضح. خليك واقعي. توقعت انك عندك الشباك كذا اللي يا ليت والله كل ان شاء الله. واضح يا عشان ما تعدون. جوكر للتوافق. اوف كلنا جواكر. حان الوقت لبعض تعبيرات الوجه. زلايب والله. الله صح عليك. صدقني هو الاول ما يبينا يفوز. بالعكس انا وياك بنوصل الاول الثاني. بالعكس احسن له تختار ان انتم نفس الاجابه يصير هو يزيد وانت تزيد. لا عليك خش. صح عليك زبطتها. يمكن تستخدمون جوكرز على من وصل لكم حنا. لا تجواكر لازم تغشون عشان يمديكم تفوزون. والله جاي لنا دور انا وياك. يا كذا تخرب اللعبة. والله الحين تخرب اللعبة. بس انت غش عادي. اللعبة الأخيرة. وسيلتقط كل منكم صورة لنفسه ثم سترسمون فوقها وتحولونها إلى تحف فنية. تحف فنية. نعم. لا تجعلوها قريبة من الوجه وإلا لن يتمكن اللاعبون من الإبداع بحرية. إيش؟ وش مكتوب فوق؟ التقط صورة لك وأنت تبدو مخيفا. رائعا. كان عندك شيء ثاني. صورة لك وأنت تبدو. أي أوكي. في صورة أنا جاي أسويها. كل واحد عنده شيء أنا رائع. إيه. كيوت. دارس الآن صورة شخصية مريبة في الطريق. انظروا إلى الصورة وفكروا فيما ستفعلونه. نحن على وشك البدء. ارسم. والله ما ضفتك السؤال. في صور خربتوها يا عيال انتم مره حرام. متوقع انا اللي خربت كل شيء. يا حرام. ما ادري ايش اسوي فيها. خليتك ازرق. ترى في وقت قاعد ادرس. هذا قرصان. وات ذا هيل. دي جي. منسق اسطوانات. منسق اسطوانات. صح ليلي ظبطها. قزم. اما وزت. اوكي. انت حطيت دي جي. لا انا حطيت قبعة و واي باتش. انا خليتها نظارات شمسية وشعر. صح عليك. دائما اخر شيء حطيت الجوكر. اي حط. بيع بيع. الله الله. والله انا شوف انا الرسم حقتكم كنت مبسوط عليها. ايه خربوها بسيجارة طاقية. طاقية طاقية مرة غلط. طاقية ما ادري ايش دخلها بصراحة. انا حطيت اي باتش ومضغاء وسن ذهبي. شكرا يا شباب. شكرا. حيث تم منعه من دخول اي مكان فيه مرايا. التالي في المركز الثالث شخص مبدع معقد على الارجح. يمكنه معقد على الارجح. الارجح نعم صحيح. طفل صغير يضع. طفل صغير قاعد جوانا صاح. قريبا جدا لكن بعيدا جدا بالنسبة لصاحب المركز الثاني. تحية للفائز الأول. شكرا. لقد قادتك طبيعتك التي لا تلتزم بالقواعد وتجاهلك للخصوصية. سني غشاش. صحيح تجاهلك للخصوصية. كفو جاب جاب جاب. شان مرة لا تحدوني. ها العلم نور مش عارف ايش اسمه. هي knowledge is power. ونهزم السلسلة الأخيرة الحين الأول. طيب هذا اللي كان عندنا في لعبة هذا أنت أو That's You بالنسخة الإنجليزية منها. إذا عجبكم الفيديو سوونا لايك سبسكرايب ودق الجرس ونشوفكم على خير. Share everywhere. مع السلامة. تركي يقول مع السلامة. سلام.